إلهنا أمرتنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، اللهم فأعنا على برهما، اللهم فأعنا على برهما والإحسان إليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم اغفر ذنبهم واستر عيبهم وآمن روعهم، اللهم من كان منهم مريضا فشافه، ومن كان منهم مبتلا فعافه، ومن كان منهم محتاجا فأعنه، ومن كان منهم فقيرا فأغنه، اللهم ارزقنا رضاهم، اللهم ارزقنا رضاهم، ونعوذ بك اللهم من عقوقهم، ونعوذ بك اللهم من عقوقهم، ونعوذ بك اللهم من عقوقهم، اللهم اجعلهم من أهل الجنة، اللهم اجعلهم من أهل الجنة، اللهم اجعل الحوض موردا لهم، والرسول شافعا لهم، واجعل ظلك ظلا لهم، والسندس لباسا لهم، إلهنا إلهنا لا يكافئهم إلا أنت، ولا يجازيهم إلا أنت، اللهم أجزلهم يا حي يا قيوم، اللهم أجزلهم على الإحسان إحسانا، كما أكرمونا فأكرمهم، كما رحمونا فارحمهم، كما رحمونا فارحمهم، كما رحمونا فارحمهم، كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم، أجزل مثوبتهم، أجزل مثوبتهم، ارفع درجاتهم، يسر أمورهم، اشف مريضهم، أقل عثرتهم، أقل عثرتهم، اغفر زلتهم، اللهم اغفر لهم مغفرة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم، اللهم اختم بالصالحات أعمالهم، اللهم اختم بالصالحات أعمالهم، اللهم اختم بالصالحات أعمالهم، اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب رحمتك، اللهم أنزل على قبره النور والضياء والفسحة والسرور، اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على الأرائك متكئين، اللهم اجعلنا ووالدينا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.